وهلا بدنا ننتقل مباشره للدكتوره ربا مشربش. ربا مشربش بدها تحكي لنا اليوم عن احتباس السوائل. صباح الخير دكتوره. صباح النور، اهلا دانيا. احنا اول شيء اشتقنا لك. اليوم بدي اشوف الكادر الجديد اليوم، بما انه دائما تكوني نفسه. طب دكتوره ليه بدنا نحكي اصلا عن احتباس السوائل بهاي الفتره؟ له دخل شوي بقعدتنا بالبيت؟ هلا خلينا نوضح، لانه كثير اجاني استفسارات على السوشيال ميديا انه انا حاسه حالي اني انتفخت منفخه او كذا، بس حبيت نوضح هذا المصطلح. لما نحكي احنا احتباس سوائل احنا بنسميه ادمة، وهو ناتج عن حاله صحيه. هلا مين المعرضين اكثر بهذا الوقت؟ مثلا اكثر الاشخاص المعرضين اللي هم الحوامل. هلا عادة ليه بيصير إشي نسميه احتباس سوائل؟ بيصير في عنا ارتشاح من هالسوائل من الأوعية الدموية للأنسجة اللي جنبها، فبالتالي بيصير في عنا زي نوع من الانتفاخ بالقدمين، بالإجرين، بالإيدين، وبكون عادة لعدة أسباب، بس عادة بكون في عنا أسباب مرضية. هلا رح نحكي عن أسباب مرضية إذا الناس حسوا فيها إنه يشوفوا مين لازم يراجعوا، وفي أسباب إلها شوي إلها دخل بوضعنا إحنا الحالي. هلا مثلا اذا ما صار وفجأة صار، ممكن يكون دليل على مشكله صحيه زي مشاكل كلى، مشاكل في الكبد، مشاكل في القلب. مرات بعض الادويه اللي بياخذها الشخص ممكن اذا ما عم ينتبه للادويه تكون عارض من هاي الاعراض او نتيجه عدم الاستخدام الصح لهاي الادويه. فاحنا بهالحجر بتعرفي شوي في مش كل الناس عم بيقدروا يطلعوا برا، فاذا حسوا انه في مشكله سوائل بايديهم او كذا مش غلط يستشيروا طبيبهم، خاصه اذا عم بياخذوا ادويه. هلا بالنسبه للحوامل خاصه هلا اذا انحجروا، طبعا احنا تقريبا دخلنا على شهر وكانت قريبه من شهر مثلا بالسابع بالثامن، مع زياده الحجم البيبي والوزن والقعده لفترات طويله ممكن يصير في عندها زي اللي بنسميه احنا ووتر ريتنشن او احتباس بالسوائل بالقدمين، فبتحس انه اجريها كثير منفخين. ممكن بوضعنا الحالي كمان تعرفي، لانه هلا تقريبا ربيع داخلين بالصيف، بس هلا عم بيظهر الورد في موسم حساسيه. دكتوره بدي اسالك، انا بقدر اميز، انت عم تحكي انه بيكون احتباس السوائل بالقدمين وبالايدين، بقدر يعني اميز انه هذا احتباس سوائل مثلا مش بدني؟ هلا طبعا هلا عاده لانه بتصيري تحسي انه اجريك كثير منفوخين، لما تضغطي عليهم برجع الاصبع. يعني برجع محل الاصبع مكانه، فهذا بنسميه ووتر ريتنشن او احتباس سوائل ناتج عن مشكله صحيه زي الحوامل، زي الناس اللي عندهم حساسيات، او ممكن دلاله على بعض الادويه، او في ناس مثلا بياخذوا ادويه معينه مدرات للبول او كذا مش عم ياخذوها صح. هلا الناس قاعدين بالبيت ما عم بينسوا ادويتهم، او اذا كان عنده ارتفاع ضغط دم او مشاكل قلب وفي ادويه عم بياخذها وما عم بيهتم باكله. لانه مثلا الناس اللي معرضين لاحتباس السوائل هدول الاشخاص لازم يهتموا كثير للاطعمه اللي بتناولوها اللي هو الملح اهم شيء. يعني اي حدا بيصير في عنده انتباه، حتى الحوامل احنا شو بننصحهم؟ الانتباه جدا للحميه، بننصحهم التخفيف جدا من الاملاح. يعني اذا انت حسيتي انه اجريك تنفخ وفي مشكله ناتجه عن احدى المشاكل اللي حكيناها، هون وظيفة الشخص إنه إذا في ملح كتير عم بضيفه على الأكل بده يخفف منه. إذا بستخدم التوابل، مكعبات المرق أو التوابل الجاهزة فيها كميات ملح هلا بأكله بده يخفف منها. إذا بياكل مخللات، زيتون، شطة كتير المالحة، هاي الأكلات الموالح، الشيبس، السناكس، البسكوت المالح، بتعرفي على معظم الناس قاعدين حتى اذا كانوا حوامل او عندهم مشاكل قلب بس عم بتسلوا بالاكل، ومرات بكون التسلاي باطعمه عاليه جدا في الصوديوم. فاحنا هدول الاشخاص بنقول لهم بدنا نحاول نخفف الصوديوم لكميات كثير قليله، من ناحيه انه اكلنا يكون قليل ملح، ما نضيف ملح زياده، وايش في سناكس او توابل او مقبلات عم ناكلها مالحه جدا، هاي بدنا نحاول نبتعد عنها بهاي الفتره. غير انه اذا كانوا حوامل عندها احتباس او سوائل او كذا، بدها تحاول، لانه قاعدين بالبيت نعرف شوي المساحات ضيقه، بس قد ما تقدر تحاول تمشي، تتحرك، تمارس شويه رياضه اذا الدكتور سمح لها. يعني هاي كلها بخفف من الاعراض اللي بتصير لانها مؤلمه وبتصير الوحده مش حاسه بارتياح. هلا الناس اللي بيسالوا لي عنه انه انا حاسه حالي منفخه او كذا، ممكن من القعده صار في عندنا زياده في الوزن، وهذا ما بنسميه احتباس سوائل، نتيجه زياده الوزن بتحس حالك انه
اوعيك مش داخله عليك او كذا، هذا مش احتباس سوائل، هذا بيكون عندنا مشكله في زياده الوزن، اللي هي في كثير اشخاص بهذا الوقت يمكن زاد وزنهم، لانه بشكل مبسط انه احنا شوي اكلنا حتى لو كان اكل قليل يمكن الحركه كثير كثير عم تكون قليله، فالاشخاص هذول عم بيعانوا في الوزن. فهون لازم نوجههم انه بتقدر تعمل رياضه بعده اشياء، رياضه في كثير على قنوات اليوتيوب، اشياء بالبيت، مش ضروري انه شيء نطلع برا او نروح على النادي عشان نقدر نخفف من هالاحتباس الموجود او من هالضيق والزياده بالوزن. دكتوره ختاما، بتنصحي للناس لحالها تتوجه اذا حست بانه في احتباس سوائل مثلا بشكل كثير كبير انها تروح تاخذ الادويه المدره للبول، ام هذا الموضوع لازم يكون وصف الدكتور فقط؟ لا، هذا كثير غلط. يعني في كثير ناس، حتى كنا نشوف احنا بمراجعين عيادات، الاشخاص اللي بيجوا على عيادات التغذيه بتقول لك انا منفخه. هلا عاده بكون هالتنفخ كمان ناتج عن زياده الوزن، زي الحوامل لما يزيد وزنها بصير ياثر على اجريها، ممكن كمان وحده من مشاكل السمنه انه يحس الواحد حاله مش طبيعي. فلا، ما بنروح على الادويه، اذا عندك سمنه بدك تحاول بالنظام الغذائي، بدنا نحاول نخفف من كميات الصوديوم باكلنا، نركز على الخضار والفواكه والالياف والبوتاسيوم. نعم. اللي بيساعدوا انهم يعملوا توازن ما بين الصوديوم والبوتاسيوم والاملاح الثانيه عشان نقدر نخفف من، لانه كمان الواحد لما يزيد وزنه مش بس بيزيد دهون وعضل، بيزيد كمان مي، فبرضه هذا ما بكون احتباس، هو ناتج عن زياده الوزن وزياده كميه السوائل بالجسم، اللي بنحلها بانه الواحد يهتم لاكله ويخفف وزنه ويمارس الرياضة. حتى لو بالحجر بقدر يمارس رياضة ونغير من نظام أكلنا. إذن دكتورة روبا كانت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.